دلوقتي بقى هنعمل بيتزا برضو بدقيق الحمص، ودقيق الحمص بيتباع دلوقتي في كل الاماكن اللي في الدنيا، العطارين، العلافين، السوبر ماركت، في منه مصري ما فيهوش مشكله خالص، او ممكن انتوا تجيبوا الحمص لو عندكم مطحنه تستحمل الحاجات الناشفه وتطحنوا ما فيش مشكله. بعد كده هناخد كوباية من دقيق الحمص، هناخد كوباية من المية، هنستخدمها بالتدريج لحد ما نوصل للقوام اللي هوريه لكم. ممكن نستخدمها، نستخدم أقل، نستخدم أكتر، رشة ملح ورشة فلفل، كوباية من صوص البيتزا اللي هو عبارة عن معلقتين من البصل المفروم ناعم، ومعلقة من الثوم المفروم، ملح وفلفل وزعتر وريحان، طماطم مبشوره بدون القشر بتاعها، مع معلقه سكر وزيت زيتون، مع معلقه صلصه، كل ده على النار، وبعدين ضربناه في الكبه. عندنا شويه جبنه موتزاريلا، اصحاب حساسيه الجبنه يشيلوها طبعا، وعندي شويه اوراق من الريحان. طيب هنعمل ايه؟ هنعجن، ومش هنسيبها ترتاح ولا تخمر ولا اي حاجه خالص، ومش هنحط لها لا بيكنج باودر ولا خميره ولا حاجه. ادي الدقيق الحمص، الملح والفلفل، الزيت، ايد بتقلب وايد بتنزل الميه، بعد طبعا الاول ما اوزع المكونات دي على بعضها الاول كويس بدون ميه، بعدين انزل بالميه. لو الميه دافيه هتساعدكم، هتبقى اسهل كتير عليكم، وحتى في التسوية بتبقى اسهل. بنزل واقلب طبعا برضو حسب دقيق الحمص ونوعه، هنقرر كمية المية، فما تستعجلوش. يعني انا بالنسبة لي كده معلقة من المية وتمام، فعشان كده بقول لكم نزلوها بالتدريج، اهم حاجه توصلوا للقوام اللي هنوريه لكم ده. طيب الصينيه بتاعه البيتزا تكون يا اما غير قابله للالتصاق، يا اما تكونوا انتوا اديتوها مسحه زيت، زيت فقط. وبعدين هقوم واخده، بصوا بقى القوام، هو ده القوام اللي احنا عايزينه، مهم قوي 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 ظبط القوام عشان النتيجة. اهو ده القوام اللي احنا محتاجينه اهو. فلأ مش بتبقى عجينة زي عجينة البيتزا، ولأ مش سايلة زي الكريب، اهو هي دي القوام المظبوط. طبعا بقى ممكن اضاعف الكمية لو انا عايزة اعملها بان او اعملها يعني سميكة، وممكن اصغر الطاسة بنفس المقدار واعملها سميكة. انا بحبها رفيعة، بتبقى ألذ كتير بالنسبة لي طبعا يعني، فزي ما انتوا عايزين مفيش مشكلة. اهو شايفين اللزازة اهي، مفيش اسهل من كده، مفيش اسهل من كده اهو. دي زيها زي عجينة البيتزا، عايزين ان انتوا تدوها طعم البابريكا حطوا بابريكا، توم بودرة حطوا، زعتر، روزماري، اي حاجة عايزين تحطوها جافة جوه العجينة لتنكهها اعملوا كده. الصوص طبعا لو انا ما عنديش اصلا صوص بيتزا اقدر استخدم كاتشب، اقدر استخدم مايونيز، رانش، اللي انا عايزاه. بحط كل حاجة على بعضها وهي نية، وما فيش حاجة هتندمج مع بعضها ولا هتبوظ خالص، بس بصوا ايديكوا يعني شايفين الايد لازم تكون خفيفة خالص في التعامل اهو. شوية جبنة لو هتستخدموها، عشان في ناس بيبقى عندها حساسية من الجبنة، او حبايبي الصايمين تستخدموش جبنة يعني حسب، مفيش مشكلة. عايزين تحطوا صوص بيستو يبقى حلو قوي قوي، تذكرته دلوقتي، بيبقى لذيذ قوي قوي الصوص البيستو، ومش بيحتاج جبنه، بيبقى حلو لوحده. بس طبعا برضو صوص البيستو في الحاله دي مش هتبقوا حاطين له بارميجان، هتبقوا عاملينه من غيرها، بس بيبقى حلو قوي. وادي البيتزا خاليه من الجلوتين برضو، معموله بدقيق الحمص.
في اللذيذ في اللذيذ.